السلام عليكم. يسرني ألقاكم مجدداً. أنا رفال إسكندريان، استشاري جراحة وترميم أورام الثدي بمعهد التخصصات الجراحية المتكاملة، وسوف أتناول اليوم موضوع عملية استئصال وترميم الثدي باستخدام المنظار الجراحي، وهي تقنية متطورة تهدف إلى استئصال الثدي بدقة عالية من خلال استخدام جرح مصغر في منطقة الإبط، ومن دون الحاجة للجروح التقليدية الظاهرة والكبيرة نسبياً، حيث أثبتت الأبحاث المحكمة أن هذه التقنية الثورية في عالم جراحة الثدي أدت إلى تحسين مستويات الألم بعد العملية وتأثير أقل على مدى حركة مفصل الكتف، إضافة إلى تقليل نسب المضاعفات مثل التقرح وخدران جلد الثدي، مع تحسن ملحوظ في رضا المريضات على النتائج التجميلية للجراحة بسبب دقتها أولاً، ومضافة إلى ذلك استخدام جرح مصغر وغير ظاهر على الثدي، مما أدى إلى تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية وعودتهم بسرعة لممارسة حياتهم وأنشطتهم بالمقارنة بالعمليات التقليدية. مجدير بالذكر أن هذه المنافع لم تؤثر سلباً على النتائج المرجوة للوقاية من أورام الثدي السرطانية أو التشافي منها بحسب هذه الدراسات. وسرنا اليوم أن نعلن عن نجاح فريقنا الجراحي في مستشفى كليفلين كلينك أبو ظبي ومركز فاطمة بنت مبارك بإجراء أول سلسلة لعمليات استئصال وترميم الثدي بمساعدة المنظار الجراحي، وبنتائج أولية مبهرة ولله الحمد، وهذا يجعلنا ضمن أحد المراكز الطبية القليلة في الشرق الأوسط التي توفر خيارات جراحات الثدي الطفيفة التداخل أو ما يعرف بمينيمال انفيسيف بريست سيرجري. وبالنهاية أتمنى لكم وذويكم فيضا من الصحة والسلامة، وألقاكم مجددا على خير.